الملك بتلقين عنده أعداء. فيعني دام أن هي سوت إجراء تجميلي، ما أدري أنا وش صراحة إيش تقصدون بالإجراء اللي سوته، هي دام أنها مرتاحة ويعطيها ثقة بنفسها، أنا أقول جوهد، يعني ما عليك من 3 في 1. صحيح. يمكن قبل شوي ذكرنا جود عزيز من الأسامي اللي إحنا قبل شوي قاعد نذكرها في الحوار، هي سبق كانت موجودة معانا هنا في الاستديو. جود من بعد ما أن هي تحجبت باركتي لها على الحجاب وهنيتيها على الحجاب، بس ليش هاجموك أنت؟ هاجموني ليه؟ هاجموك لأن أنت باركتي باركت لها. باركت لها يعني؟ إيه؟ شوفي شو العلاقة يعني؟ بالعكس أنا أبارك لها يعني الآن بعد، وألف مبروك لارتدائك الحجاب. شوفي كل إنسان يوقف مع نفسه، يعيد حساباته، وبالعكس هي خطت خطوة حلوة وتحجبت وهاجموني ما أدري ليش. إيه بالضبط، يعني أنت لما سويتي شيء زين هاجموك ولمن يعني عرفتي شو المقصود؟ شوفي أنا لو أسوي، شوفي لو أصب عيوني لهم بيهاجموني. قلت لك أنا هذول اللي في ذباب السوشيال ميديا هذول 3 في 1، هذا أي أحد يهاجمونه. أنا مش هدفي هذول أرضيهم، هذا ما كان ينقصني بعد أني أراضيهم صراحة.